ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم عبد الله جامبو، فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو بشكر كل الناس المحترمة على آخر فيديو على الكومنتات الجميلة، ولو تلاحظوا أنا بنزل على كل الكومنتات بحط قلب. مش معنى أنا بحط قلب إن أنا بجري كده وخلاص، لأ، أنا بقرأ كل كومنتاتكم لأن أنتوا ناس مهمة جدا في حياتي، وأقسم بالله العظيم ده ما كلام، ده حقيقي، دي حقيقة بجد. عايزين بس قبل ما نبدأ الفيديو نحط لايك، ولو أنت لسه جديد نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ناخد حسنات، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحط لايك ويلا بينا. النهارده هنحكي قصه هي ممكن تكون حزينه شويه او تضايق شويه، بس دي قصه حصلت بجد. في واحده اسمها هدى، تمام؟ هدى ديت في ثالثه كليه او في ثانيه كليه، عندها 21 سنه، وهدى ديت عايشه مع جوز امها وامها. هو من زمان جدا والدها متوفي من وهي صغيره، من وهي في ابتدائي، والحمد لله عايشه ومبسوطه وراضيه وزيها زي اي بنت عايشه مع جوز امها وامها. جوز امها في الاول كان محترم جدا ومفيش اي حاجه وبيعملها فعلا كانها بنته، بس انت عارف ان ساعات الشيطان والعياذ بالله بيدخل على الواحد، ربنا يحفظنا، وبيغير دماغه او بيغير تفكيره وبيخليه يعمل حاجات مش تمام. في يوم من الايام جه لامها مكالمه من البلد ان في واحد قريبهم ويعتبر برضه في مقام ابو البنت اللي هي اللي اسمها هدى، تعبان جدا زي ما بيقولوا كده في اخر ايامه. طبعا الام راحت البلد تقعد معاه، وزي ما قلت الراجل ما كانش هيموت، هو كان يعتبر يعني تعبان، فالناس لما بيشوفوا حد مثلا تعبان بيبقوا حواليه، الناس المحترمه او الاسر المترابطه بيتلموا حواليه بيقعدوا جنبه عشان يبقى ايه، يعني يبقى كده مبسوط وما يحسش ان هو لوحده. الام دي زي ما انا قلت سافرت البلد وراحت للراجل دوت، بس الغريب بقى في القصه او في الحكايه ان سبحان الله، يعني هي رايحه للراجل التعبان اللي حصل العكس، ان امها تعبت وتوفت هناك في البلد. طبعا بالنسبه للبنت كانت صدمه، اي حد لما والده، ربنا احنا يحفظ لنا ابائنا وامهاتنا كلنا، وربنا برضو يرحم لنا امهاتنا وابائنا لو يعني توفوا، بيبقى احساس صعب جدا ان انت تفقد امك او ابوك. فوالدتها توفت، الخبر نزل عليها زي الصدمه وزعلت جدا طبعا وتعبت. الموضوع عدى عادي، تمام. تمر الايام وجوز امها حاول يعتدي عليها، هو ما حصلش اعتداء بس هو حاول يتحرش بيها، يعتدي عليها. طبعا البنت ما حصلش اعتداء بس جالها صدمه كبيره جدا، يعني امها متوفيه غير ان هي حد معتبراه زي ابوها ويحصل منه كده، فالبنت جالها صدمه وقعدت في المستشفى. فاقت جالها زي غيبوبه، ولما فاقت من الغيبوبه جالها زي زهايمر، فقدان في الذاكره، بقت تنسى، ومش زي المسلسلات والافلام الذاكره اللي هي بتقعد 6 شهور، لا كانت ناسيه خالص، فاهمني؟ الذاكره بتاعتها كانت بتروح وتيجي، طبعا خرجت من عدى وقت كتير قوي بتاع حوالي 2 سنين، وفاقت من اللي هو فيه، مع طبعا ان هي بقى عندها اضطرابات نفسيه والنفسيه بتاعتها مش مظبوطه، تحس زي ما بيقولوا كده بقت مريضه نفسيه. الموضوع عدى عادي والناس اللي حواليها قالت لها ما تخافيش، يعني اي حد بيطلع من المرض النفسي او الحاله النفسيه ديت ما تخافيش واحنا حواليكي والكلام ده. البنت طلعت فشاء الظروف، سابت الجامعة وبدأت إن هي تركز بس في شغلها. كانت شغالة وبتروح من الشغل وبتيجي من الشغل، بتعمل أكلها زيها زي أي بنت. طبعًا يعني صمتين عدوا عليها زي ما أنا قلت، إن والدتها متوفية وجوز أمها محاولة الاعتداء، وطبعًا محاولة الاعتداء دي بتبقى جريمة وزي ما بتقول كده حاجة متعبة للنفس، أو خاصة البنت بتكسرها جدًا، وممكن زي ما انا قلت ان هي بتعمل لها حاله نفسيه تعيش معاها طول السنين، يعني هي ممكن تحاول تنسى، لا وفي بنات بتعيش معاها طول السنين. جوز امها حس بالندم وحس باللي هو عمله، ويعني زي ما بيقولوا كده هوت حاول ان هو يصلح الامور، حاول كذا مره يروح لها يكلمها، ما تزعليش وانا اسف جدا واللي انت عايزاه، بصي يا بنتي انا عارف ان انا غلطت غلط كبير قوي، والشيطان كان شاطر، وانا اسف جدا والله العظيم، وانت مالكيش حد يا بنت ولا انا ليا حد، فرجعي تاني اقعدي معايا وكده. المهم بعد محاولات كتير قوي
البنت رجعت عاشت مع جوز امها تاني، والراجل كان كل فتره يعني بيجيب لها اللي هي عايزاه، بيساعدها، بيديها فلوس، يقول لها يا بنتي اقعدي من الشغل انا هصرف عليكي. بيحاول ان هو يحسن من الغلط اللي هو عامله زمان عشان البنت تصبر. وفي يوم من الايام وهي في المطبخ حست بحاجه غريبه، حست ان ايديها بتتحرك وهي ما ادتلهاش الامر. يعني معروف ان انت مثلا عشان تحرك ايديك او رجليك لازم بتدي الامر لايديك او رجليك عشان تتحرك. البنت دي حست بحركه لا اراديه من ايديها. طبعا راحت للدكتور اللي هي بتتابع معاه، قال لها يا بنتي ده مش مرض عضوي، انت لازم تتابعي مع دكتور نفساني. انا كشفت عليكي، كشفت زي فحص شامل كده للجسم، الجسم بتاعك سليم، مفيش مرض عضوي، دي حاجه نفسيه ان العقل بتاعك مش عارف يتحكم في ايديكي. المهم مره بالصدفه وقف في المطبخ وجوز امها بيكلمها غصب، وهي بتقطع السلطه غصب عنها مسكت السكينه وراحت طعناه في ايديه. الحمد لله جت في ايديه. طبعا جوز امها مش درايه عن المرض دوت، حتى انت ذات نفسك اللي بتتفرج عليا ما تعرفش ان في مرض زي كده. يعني دلوقتي لما اجي لك في الكلام هتعرف ان فعلا في مرض زي كده، بس نادر جدا بنسبه مثلا 2% حول العالم. طبعا جوز امها او اي حد مكان جوز امها هيفتكر ان هي عملت كده، ان هي بتحاول، هيفتكر ان هي عملت كده ان هي بتحاول تنتقم منه عشان الموضوع القديم. هي حاولت تقنعه بس الراجل ما اقتنعش وخاف، قال لها يا بنتي بصي انت كنت عايز تقتليني او عايزه تعوريني، عامه يا بنتي انا سايبلك البيت، هو بيتي بس انا عارف ان انا غلطت، وانت حقك تعملي فيها اللي انت عايزاه، انا هسيبلك البيت اقعدي فيه براحتك، اشتغلي وارجعي اقعدي في البيت براحتك، وانا هسيب البيت هشوف لاي شقه ده. وكل دوت هو ماشي، هو مقتنع ان هي كانت عايزه تموته. والبنت طبعا بقت يعني كده جوز المشكله اللي هي القديمه بتاعت جوز امها ووفاه امها، وان هي وحيده ملهاش حد، وكمان الناس بقى واخدين عنها ان هي عايزه تقتل، غير ان المرض اللي اصابها دوت بسبب تدهور الحاله الصحيه بتاعتها او الحاله النفسيه بتاعتها. البنت راحت لكذا دكتور، مفيش ولا دكتور في مصر عارف المرض النادر اللي جالها دوت او الحاله اللي جالتها. كل دكتور بيقول لها تابعي مع دكتور نفساني، تابعي مع دكتور اعصاب، تابعي مع دكتور مخ واعصاب كده، لحد ما هي في مره دخلت على جوجل وبدات تبحث وعرفت ان ده فعلا مرض موجود بس بنسبه قليله جدا ونادر جدا زي ما قلت لكم بنسبه 2% حول العالم. والبنت فضلت عايشه لوحدها، وكل الناس واخدين عنها فكره. طبعا البنت فضلت عايشه لوحدها، وفي الاخر البنت ديت للاسف انتحرت. في رساله كده عايز اوصلها، ان ساعات احنا بنحكم على الناس اللي حوالينا ونقول يا عم ده بيستعبط، يا ابني ده تعبان والله العظيم تعبان نفسيا، لا لا ده بيستعبط ده مش عارف ايه، وفي الاخر بنلاقي رساله غريبه هو كاتبها سواء مثلا على الفيس عنده او على الانستجرام او في ورقه عنده، وبعد كده الولد ده بينتحر ونقعد نقول الله يرحمه. وفي طبعا ناس ثانيه وحشه يقولوا ده كمان كافر، مع ان انت اصلا مالكش دعوه ان انت تحكم عليه، انت تقول بينه وبين ربه، يعني الحاجه ديت ما بينه وبين ربنا، احنا ندعي له ربنا يرحمه. هل هو مسلم مات مسلم او مات كافر او مات على ملته، ما مالناش دعوه، دي حاجه بينه وبين ربه، بس انت ما تكفرش حد. فاحنا الناس اللي هي يا جدعان ديت او الناس اللي هي بتيجي تقول لك انا تعبان نفسيا، يا عم حتى لو هو كذاب يعني حاول تطبطب عليه، حاول تراعيه، حاول يا عم اقل حاجه ان انت تقول كلمه حلوه، يعني قل خيرا او اصمت، الكلمه الطيبه صدقه. فانت حاول لو حد من صحابك، حد من قرايبك، حد من اخواتك ان انت تحتويه، تقول له كلمتين، طبطب عليه، لان في الاخر ممكن يحصله زي ما البنت ديت، الضغوطات النفسيه والحاجات ديت تؤدي الى مرض، يعني شوف مرض نفسي تحول لمرض عدوى، ان هي بدات تحرك ايديها لا ارادي، وفي الاخر محدش مصدقها ان ده مرض وانتحرت. تمام كده احنا وصلنا لنهايه القصه، يا رب تكون عجبتكم. لو عندك اي قصص او حاجه حصلت معاك حاببنا ان انا احكيها ابعتها لي هنا على الانستجرام. تمام، كان معاكم عبد الله جامبو، قناه عبد الله جامبو، منورين الدنيا، وشكرا جدا لللايكات، ومستني رايكم تحت في الكومنتات، لازم اسمع كل رايكم وهقرا كل رايكم، وهتلاقيني بحط قلوب على الكومنتات بتاعتكم. وسلام.